الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين يقولون أوان يتظنون أنما يقولون في بطون النار وسيصلون سعيرا. يسكنون الله أعدادهم يذكر مثل هذه النقطتين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك، إن كانت واحدة فلها ونصف، ولبيه لكل واحد منهم وسدس مما ترك، وإن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وارث أبوه في آلامه، والثلاث فإن كان له يد بين أمه والسدس، ومن بعد وصية يوصي به ويدين أباكم، وأدراكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فالفريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وعليكم نصف ما ترك زوجكم إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولدا ولكم ورب مما تركنا، ومن بعد وصية يوصي به ودين ولهم، ورب مما تركتم لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون به ودين، وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخو وأخت، فلكل واحد منهم سدس، فإن كان أكثر من ذلك فإنهم شركاء في الوراثة، من بعد وصية يوصي به ودين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك هدوء من الله، ومن يطيع الله ورسوله يدنه جنات تاج من تحت الانهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله يتعدى حدوده ويطعنه نار خالدا فيه، وله عذاب مهين. ولا تياتينا فأشهد من نساكم فاستيدوا عليهم أربعة منهم، وإن شهدوا فامسكوا في البيوت حتى يتعفون الموت ويجعل لهم سبيلا. ولا عاديتينها منكم فاضهم، فإن عذبوا وأسلحوا فأعرضوه من الله، كان تواب رحيما. إنما التوبة على الله للذين يأمنون السوء بجهالتهم، ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوبون الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليس التوبة للذين يأمنون السيئات حتى وإذا حضر أحدهم الموت قال إن تبدون أنا ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك وعدنا لهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا يحلكم تعرضوا النساء كرها، ولا تعذروا ويدهدوا بعبادهم وعذيبهم إلى وعيتهم بإفشاد مبينات، وعشروا بالمعروف، إن كانوا ذهبون فعصوا واتكرهوا شيئا، ويجعل الله في خيرا كثيرا. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن أرادتم استبدال زوج مكان زوج وأتيناه ميزان يحكم تاما فلا تظلموا شيئا وتظلموه بهتانا وإثما مبين. وكيف تأخذنه وقد أبدى بعضكم للعباد وأظن منكم مثاكا غليظا ولا تقيوا ما لكم أبكم من والنساء ما قد سلف إنه كان فرشا ومكتانا والسبيل. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أمهاتكم وأماتكم وهناتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم من الرضاعة وأمهات ونساؤكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دهنتم بهن فإن لم تكونوا دهنتم بهن فلا جناح عليكم وحلائلهم أبنائكم الذين من أصلائكم وأن تجمعوا بين الأختين ما قد سلفا إن الله كان غفورا رحيما. والمحسنات من النساء ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم أحل لكم وراء ذلكم وتبقوا بأولئكم محسنين غير مسافين فما استمتم بهم فاتهم أجورهم غير عدة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فندا إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم متولين وينكر محسنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتاياكم المؤمنات وأنا أعلم بإيمانكم بعضكم ومن بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مستعنفات ولا متخذات أخدانا فإذا أحصنوا أعطينا من المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي أن أنعت منكم وتصبروا عليهم لكم ولله غفور رحيم. يريد إلى الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ولله عليم حكيم. ولله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تأمينوا من الآدمين. يريد إلى الله يحائفكم وهلك الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا أولئكم بينكم بالباطل إن لم تكونوا تجارة تراض منكم ولا تكتموا أنفسكم إن الله كان بكم راهمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.